بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. في الحلقة السالفة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في النسبة إلى الجهل أنه هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، وأن من لم يعلم الحق فهو جاهل، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، وإن قال خلافه فهو جاهل أيضا. ثم قال: وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق، كما قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا استمرار من الشيخ رحمه الله في بيان الجهل، وأنه ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وهو عدم معرفة العلم، وجهل مركب وهو العمل بخلاف العلم وإن كان يعلمه. ومن ذلك قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذا من النوع الثاني، وهو من مخالفة العلم، من مخالفة العلم وإن كان يعلمه، لأن العاصي يعلم أنه عاصي ولكن دعته شهوته والشيطان ودعاة السوء إلى أن يرتكب المعصية وهو يعلم أنها معصية. أما لو كان لا يدري أنها معصية هو الجاهل البسيط، فهذا لا يذم ولا عقوبة عليه حتى يتبين له ذلك، لأنه معفو عنه بالجهل، في الجاهل معفو عنه حتى يتبين له الحق: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالذي يعصي الله جاهل، جاهل ولو كان عالما، بل إن معصية العالم أشد لأنها مخالفة للعلم، فهذا جهل منه، جهل نفسي منه، وأسبابه كثيرة، منها دعاة الضلال، ومنها دعوة الشهوة، ومنها وسوسة الشيطان وغير ذلك، وهو يعلم أنه على جهل وأنه على خطأ. نعم. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل. إيه نعم، سواء كان جهلا بسيطا، وهذا كما ذكرنا لا يؤاخذ حتى يعلم، أو كان جهلا مركبا وهو أنه يعلم أنه مخطئ ولكن حمله ما حمله على ارتكاب ما ارتكب من المخالفة. نعم. قال: وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل. نعم. العلم على قسمين أيضا: العلم الراسخ في القلب، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. رسوخ العلم في القلب هذا يمنع من إتيان المعاصي، هذا يمنع من إتيان المعاصي. وإنما والقسم الثاني علم لم يرسخ في القلب، وإنما يكون علما على اللسان فقط، أو علما على اللسان والقلب لكنه لم يتمكن من القلب، فبحسب عدم تمكنه من القلب يقع الإنسان في المعصية ولو كان عالما، بسبب نقصان علمه، علم البصيرة. ولهذا
فإن العلم ينقسم إلى قسمين: علم في القلب وعلم باللسان. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء في القلب والبصيرة، لا العلم باللسان. قد يكون الإنسان عالما بلسانه، حافظا للمتون والشروح، وحافظا للسنن والقرآن، فبلسانه هو عالم، لكن لم يترسخ العلم في قلبه، فهذا هو الذي يكون عرضة للأخطاء وعرضة للذنوب والمعاصي، لأن العلم لم يتمكن من قلبه. أما الأول إذا تمكن العلم من قلبه فهذا لا يصدر منه إلا خشية الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. قال: فمتى صدر خلافه، أي خلاف العلم الحقيقي، فلا بد من غفلة في القلب عنه أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. نعم، الراسخ في العلم هذا لا يصدر منه مخالفة في الغالب. نعم. قد يصدر منه إذا غفل، قد يصدر منه إذا حصل منه غفلة، لكنه يرجع قريبا ويتوب إلى الله عز وجل، لأن دافع العلم الذي في قلبه يحمله على التوبة إلى الله عز وجل. أما الذي لم يتمكن العلم من قلبه فهذا عرضة لأن يذهب مع الأهواء ومع الرغبات ومع الشهوات، فلذلك ما كل عالم يحصل على مرتبة خشية الله عز وجل والرسوخ، رسوخ القدم في الإيمان. نعم. قال: ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا. نعم، هذه قضية مهمة جدا، وهي الإيمان ماذا يراد به؟ تلك قضية شغلت بال كثير من الناس قديما وحديثا، وهي واضحة في الكتاب والسنة. فالإيمان في اللغة هو التصديق الذي معه ائتمان للمخبر، هذا في اللغة. لكن الإيمان في الشرع يختلف عن ذلك. الإيمان في الشرع يكون هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان، وهو حقيقة شرعية ليس حقيقة لغوية. والحقائق كما هو معلوم ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. فالإيمان هنا يراد به الحقيقة الشرعية، فالإيمان في الشرع هو المكون من هذه الأمور، ولا يتحقق ببعضها دون البعض الآخر. فلا إيمان إلا بمجموع هذه الأمور: النطق باللسان، والاعتقاد بالقلب، والعمل بالجوارح. فالذي يعتقد بقلبه ولا ينطق بلسانه هذا كافر. فالإيمان بالقلب لا يكفي، وإن قال به من قال من المرجئة، فإن المشركين يعترفون بقلوبهم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يمنعهم من اتباعه الكبر والحسد أو الحمية لدينهم. ولهذا قال تعالى فيهم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالذي منعهم هو الجحود، مع اعترافهم بقلوبهم بأنه رسول الله. وقال في اليهود وفي النصارى واليهود: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم معترفا بأنه على حق، ولكن منعته الحمية لدين قومه من أن يتبعه. ولهذا قال في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة
لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو يعترف بقلبه أنه رسول الله، ومع هذا لم يدخل في الإسلام، وكان من أهل النار ومات على الكفر والعياذ بالله، وهو من أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه، إن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يعتقد ذلك بقلبه فهذا منافق، وهو أشد من الكافر الأصلي. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. يقولون هذا الكلام من باب الاجتنان به والتوقي أن تسفك دماؤهم وأموالهم ويعاملون معاملة الكفار، فهم لم يكونوا من المؤمنين بل كانوا منافقين في الدرك الأسفل من النار. مسلمين في الظاهر ويقبل منهم إسلامهم في الظاهر، تجرى عليهم الأحكام في الظاهر، لكن في الباطن هم كفار، فيعاملون بحسب ما يظهر منهم وسريرتهم إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أنه لا يكفي النطق باللسان دون اعتقاد القلب، وكذلك لا يكفي الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان عن العمل بالجوارح، فلا بد من العمل أيضا. إذا آمن بقلبه وصدق بلسانه فلا بد أن يعمل بما آمن به، وإلا كان متناقضا. نعم. فالذي يقول إن يعترف ينطق بالشهادتين بلسانه ويعتقد معناهما بقلبه لكنه لا يعمل، ترك الأعمال، ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك جميع الأعمال، هذا ليس بمؤمن، لأنه لو كان مؤمنا لعمل الأعمال الصالحة. الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، وفي رواية: 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فاعتبر القول وهو لا إله إلا الله من الإيمان، واعتبر العمل وهو إزالة الأذى عن الطريق من الإيمان، واعتبر عمل القلب وهو الحياء من الإيمان. فدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة كما قال تعالى: زادتهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يكمل أو يقرب من الكمال، وينقص حتى يكون مثقال حبة خردل أو أقل من ذلك، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يكون قويا ويكون ضعيفا، وأنه يكون بمنزلة الحبة من الخردل أو أقل من ذلك، والذي يزيد ينقص. وأيضا في قوله: وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل، هذا دليل على أن الإيمان يضعف حتى يكون بقدر مثقال حبة الخردل. نعم. إذن من قال إن الإيمان هو مجرد التصديق فقد نقل حصر الحقيقة الشرعية، الحقيقة اللغوية فقط. أي نعم، عنده الإيمان اللغوي فقط. أي نعم، كما لو قيل الصلوات الخمس يعنى بها الدعاء فقط، هكذا. نعم، والزكاة يراد بها الطهارة. نعم، أحسن الله إليكم. والصيام يراد به مطلق الإمساك عن الحرام وعن الكلام وعن نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا. رحمه الله ما يترك فرصة تمر إلا وينبه عليها، وإن لم تكن داخلة في صلب الموضوع الذي يتكلم عنه. فهذه المسألة ليست من صلب موضوع التشبه. نعم.
لكن يقتضي الحال أنه ينبه عليها لأنها مهمة جدا. فمسألة الإيمان ليست بالمسألة السهلة التي تترك ويقال فيها خلاف أو ما أشبه ذلك، لأن هذه هي الدين. نعم. قال: وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان. نعم، الأعمال من حقيقة الإيمان، ولكن ليس معنى ذلك أن من ترك شيئا من الأعمال يكون كافرا. من ترك العمل نهائيا هذا كافر. من ترك العمل نهائيا فهذا كافر، إلا إذا كان معذورا في تركه، كأن يسلم حديثا ويقتل أو يموت بدون أن يتمكن من العمل، فهذا مؤمن ويدخل الجنة، وكونه لم يعمل شيئا لأنه معذور لم يتمكن من العمل. أما من ترك بعض الأعمال فهذا فيه تفصيل، منها ما يكون كفرا ناقلا من الملة، كترك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، ولو لم يجحد وجوبها. ومن الأعمال ما يكون تركه نقصا في الإيمان، نقصا في الإيمان وليس كفرا يخرج من الملة، بل يكون كفرا أصغر، يكون كفرا أصغر، كما سبق أن الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام يكون كفرا أكبر، وإذا جاء منكرا يكون كفرا أصغر. فالأعمال تختلف، منها ما يزول الإيمان بزواله بالكلية، ومنها ما يزول كماله الواجب أو كماله المستحب، كماله الواجب أو كماله المستحب. وهذا خلافا للخوارج الذين يقولون إن الإيمان يزول بزوال الأعمال مطلقا، فلذلك يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، بناء على مذهبهم الباطل أن الإيمان يزول بزوال الأعمال مطلقة بدون تفصيل. والكتاب والسنة دل على التفصيل في الأعمال، وأن منها ما يكون كفرا مخرجا من الملة، ومنها ما يكون كفرا دون كفر. فينبغي الفقه في هذا الأمر، وهذا أمر عظيم يجب التفقه فيه، لأن كثيرا من الناس وقع في الخطأ من جهله بالفقه في الدين والفقه في العقيدة والتبصر فيها ودراسة منهج السلف الصالح والأئمة الذين طرقوا هذا الباب طرقا وافيا وبينوه، لأنهم ابتلوا في وقتهم بهذه الفرق، فالله جل وعلا أقدرهم على بيان الحق ورد الباطل، فنحن نسير على منهجهم وعلى طريقتهم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء، ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعمية وصمة وبكمة وضالين وجاهلين، ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون، ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى، وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون. السمع والعقل والبصر تنقسم هذه الحواس إلى قسمين: إلى عقل معيشي دنيوي، وسمع معيشي، وبصر معيشي. هذا يشترك فيه المؤمنون والكفار والآدميون والبهائم، كلهم يشتركون في أنهم يعرفون الأشياء التي تنفعهم والتي تضرهم. فهذا عقل معيشي كما يسمى، عقل معيشي. والنوع الثاني وهو المهم، النظر اليقيني والبصر اليقيني والعقل اليقيني التي تحمل صاحبها على لزوم الحق وترك الباطل. هذا هو العقل اليقيني والعقل النافع، وهؤلاء هم أولو الألباب، أي أصحاب العقول وأصحاب البصائر، وهؤلاء هم الذين يسمعون سمع إجابة
وينظرون نظر اعتبار ويتكلمون بكلام حق، هؤلاء هم أهل البصائر وأهل النهى وأهل العقول وأهل البصائر. أما أولئك فإنهم يسمعون ويعقلون، ولكنهم لا يسمعون سماع قبول ولا يعقلون عقل قبول، وإنما يعقلون ويسمعون بحسب ما تسمع البهائم أو أقل من البهائم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهؤلاء هم أشر من البهائم وأحط من البهائم. هم يسمعون، لهم أسماع حواس، يسمعون القرآن، يسمعون الأحاديث، لكنهم لا يعقلونها ولا يتدبرونها، وإنما مجرد سماع يمر على آذانهم مثل ما تسمع البهائم. لكن البهائم غير مخاطبة، وهم مخاطبون بهذا الكلام. ولهذا وصف الله المنافقين بأنهم يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يسمعونه، فإذا خرجوا قالوا ماذا قال آنفا، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني كأنهم ما سمعوه، وإن كانوا سمعوه سماع الصوت فقط إلا أنهم لم يتدبروه ولم يفقهوه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. نعم، كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية وضلال مبين، لأنهم فقدوا أنوار الرسالة، وكانوا في زمن فترة ما بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وشاع فيها الكفر والضلال، وانعدم وانقرض أهل الكتاب الذين كانوا على الحق، ولم يبق إلا اليهود والنصارى الذين كانوا على الباطل والتحريف والتغيير. فكانوا في جاهلية جهلة وضلالة عمياء. ولهذا جاء في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، يعني أبغضهم، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على الدين الصحيح وانقرضوا قبل البعثة. لكن ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأرض من هو على علم وعلى معرفة بالحق. فيه أصحاب الديانتين اليهودية والنصرانية، لكنها محرفة ومبدلة ومغيرة، ما بقي على الدين الحق فيها أحد. فرحم الله أهل الأرض، بعث إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم والنور والهداية. نعم، قال: وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية. كل ما خالف ما جاء به الرسل فهو جاهلية، ليس هذا خاصا بمخالفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود كانوا في جاهلية مع أنهم يهود ينتسبون إلى دين موسى عليه السلام، لكن ليسوا على دينه الحق، وإنما هم على دينه المحرف والمبدل والمغير. والنصارى كذلك وأشد، لأنهم كانوا يقولون المسيح ابن الله، الله ثالث ثلاثة، الله إن الله المسيح، إن الله هو المسيح ابن مريم، مع أنهم أهل الكتاب. هل هذا في الكتاب؟ لا، هذا مما أحدثوه وغيروا به دين المسيح، فلم يبقى دين المسيح الذي ينتسبون إليه، وإنما بقي الاسم فقط. فهم في جاهلية، هم جاهليون وإن كانوا يهودا أو نصارى. نعم، قال: وتلك كانت الجاهلية العامة، فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم، فإنه في جاهلية وإن كان في دار إسلام. نعم، الجاهلية تنقسم إلى قسمين: جاهلية عامة، وهذه لم يبقى عليها إلا الكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، من اليهود والنصارى وغيرهم، فهم ما زالوا في
في جاهليتهم لأنهم لم يقبلوا الحق. وأما المسلمون فإن الله أزال عنهم الجاهلية العامة، وقد تبقى جاهلية خاصة في بعض الأشخاص أو بعض القبائل أو بعض البلدان، لكنها جاهلية خاصة ولا تقتضي الكفر. فليس كل من اتصف بصفة من صفات الجاهلية يكون كافرا، ولا يزول بذلك إسلامه، لكن تبقى فيه خصلة من خصال الجاهلية حتى يدعها. نعم. قال: فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يغلط فيه بعض الكتاب الغيورين الذين يتحمسون للإسلام، يصفون الناس اليوم أنهم ليسوا على دين وأنهم كلهم على جهل ولم يبقى مسلم على وجه الأرض، فهذا من الجهل في الحقيقة. والله جل وعلا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم محى الجاهلية الحمد لله بصفة العموم، وقد تبقى منها بعض الأشياء، لكن كون العالم كله يوصف بأنه جاهلية، وبعضهم يقول أشد من الجاهلية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا غلط، هذا غلط بلا شك. نعم. قال: فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مع شدة الفتن وشدة الضلال وشدة الانحرافات إلا أن الله يبقي هذا الدين ويبقي له أهلا. الحمد لله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فدل على أنه لا تعود جاهلية عامة، وإنما تعود جاهلية خاصة. نعم. شيخ، هذا يأتي معنا دائما أنه صعوبة تحقيق التوازن بين الخير والشر في شخص أو في مجتمع، مثل ما أشرت، يعني بعض الناس ينظر غلبة المعاصي وكثرة الفساق يقول الناس في جاهلية جهلة، ومنهم من ينظر إلى بعض الخير وأعمال الخير والصالحين يقول الناس في خير مما سلف، مثل ما قلنا في أبي ذر رضي الله عنه قال أنه بعض الأشخاص قد يكون في علم وفضل الديانة لا يمنع من خطأ، لكن فإذا أخطأ لا نقول تودع منه. تحقيق هذا التوازن مسألة صعبة جدا، بدنا يعني يكون ختمنا الخير موجود منكم. الخير موجود ولله الحمد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالخير موجود ولا ينقطع ولن ينقطع إلى أن تقوم الساعة. الحمد لله. الخير موجود، ولذلك لا يجوز أن نقول أن الخير فقد وأن الناس كلهم عادوا إلى الجاهلية وتودع منهم. وكون الإنسان يحصل منه أخطاء ما دامت عقيدته سليمة، لا يشرك بالله شيئا ولا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ولكن عنده أخطاء في القول أو في العمل أو الاجتهادات الخاطئة، فهذا يعطى حكم المخطئ، ولكن لا يسلب الإيمان بالكلية ولا يعطى مطلق، ولا يعطى الإيمان المطلق، بل يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو بمعصيته. فيجب الاعتدال في هذه الأمور، ولكن الذي تشير إليه ربما ما شاع بين الناس اليوم أنه لا يرد على أهل الأخطاء ولأن لهم حسنات ولهم، نعم، نقول لا، هذا ما هو صحيح. أو من رد فهو عدو، أو من رد عليهم فهو عدو لهم، نقول لا، هذا ما هو صحيح. نرد على بعض الأخطاء ولا نجحد ما عندهم من الفضل، من الفضل، ولكن ليس من حقنا أن نروح نعدد حسنات الناس، من حقنا أن نبين الخطأ لأجل يجتنب. وأما الحسنات فهي لهم، وهم لا يحبون أيضا أن يشهروا بحسناتهم، ولا يجوز أنه يقصدوا أنهم يقصدون التشهير بحسناتهم، لأنها بينهم وبين الله، وهذا لا يقتضي عداوتهم ولا منابذتهم، وإنما هو من باب النصيحة لهم ولغيرهم. فالحق يبين والخطأ يرد، ولا يحدث هذا عداوة بين الراد والمردود عليه، بل ربما أن هذا يوجب الارتباط والمحبة، لأنه يعرف أنك تنصح له وأنك ترده عن خطأ. أما إذا أصر وعاند فهذا يكون من الجهل الذي سبق، الجهل المركب. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة،
مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح أبو فوزان الفوزان في شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شكر الله للشيخ بما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن اجتماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.